طيب الزمالك النهارده بيقول من شويه انه عايز يجيب حكام اجانب لكل مبارياته اللي جايه، انت عندك اي تحفظ؟ اه يا ريت. صحيح، قول لي الكلام ده فرق السنه اللي فاتت؟ الكلام بيجيب بعض. انا خلي بالك يعني انا من الناس اللي بتفق جدا 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 في التحكيم المصري، يعني اللي احنا شفناه في افريقيا واللي شفناه من بوردو يعني اكبر دليل على كده. تمام، يعني مفيش حاجه، مفيش خلاف على كده ابدا. لكن انا وجهه نظري الشخصيه هرجع واقول برضه يعني الفار الفار الفار، كل واحد ياخد حقه. الدوريات الاوروبيه المستويات العالميه اللي فيها اخطاء بتبقى نادره جدا الحدوث، ومع ذلك عايزين يحققوا مبدا العداله اكثر واكثر. ايوه، فده ما بيعيبش حد على فكره، ولا بيروح ولا بيبقى ولا بيعيب بقدرات حد ابدا ابدا. لكن مزيد من العدل ومزيد من الفرص اللي ممكن بتيجي لاحد الانديه او الفرق وممكن تتبدل حاجة تانية مثلا كظروف واحوال، وخصوصا مع كرة القدم ومدى تأثيرها في الوقت الحالي يا استاذ ابراهيم. كرة القدم ما بقتش هواية ابدا، صحيح، بقت صناعة وبزنس كبير جدا. صحيح جداً جداً. صحيح، يعني ما بقتش ناس، يعني المشجعين طبعا والجماهير هي اكثر ناس يعني بتحب بولاء واخلاص وانتماء بدون استفادة. لكن في ناس كتير جدا في المنظومة سواء كانت المسؤولين او اللاعبين او كذا ممكن بيحبوها وكل حاجه لكن بيستفادوا منها. تمام، فبالتالي في قرارات بتبقى مهم قوي 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 انها تكون حقيقيه وعادله. فتطبيق الفار ده اهم حاجه. اتمنى يا رب ان هو يبقى سريع جدا، واتمنى ان هو يكون بشكل كويس قبل ما في حاجه من مصر ولا اجنبي، لان هي في النهايه حكام ممكن يعني تخرهم التقدير في حساب حاجه ولا بتاع، لكن لا تشكك ابدا ابدا في نزاهه او اخلاق اي حكم مصري.